بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة علم نافع لشرح الدروس الجامعية بالدارجة المغربية. إن شاء الله في هذه القناة ستجدون الدروس الموجودة في هذه القناة بالضغط فقط على هنا على كلمة بلاي ليست، وستظهر لكم جميع الدروس. إذن إن شاء الله غندوزو دابا للدرس ديالنا اللي هو الالكتروستاتيك و الالكتروسينيتيك. هاد الدرس مقسم جوج ديال لي بارتي، الالكتروستاتيك و الالكتروسينيتيك. غادي ندوزو دابا للبارتي الاولى اللي هي الالكتروستاتيك. اشنا هي هاد الالكتروستاتيك؟ الالكتروستاتيك هي ليتي دي زانتيراكسيون الكتريك دي بارتيكيل شارجي ايموبيل ستاتيك. الالكتروستاتيك هي قال لك الدراسه ديالاش ديال دي شارج الكتريك اللي ما كيتحركوش ايموبيل. ملي كنقول دي شارج الكتريك يعني بحال ان الكترون راه هو واحد لا شارج الكتريك اللي هو اللي عنده واحد لا شارج نيجاتيف. عكس ديال الالكتروسينيتيك اللي هي البارتي الثانيه. البارتي الثانيه اللي هي الالكتروسينيتيك، سينيتيك كتعني حركه، كنديروا الدراسه ديال الشحنات الكهربائيه اللي كتحرك. اذا في هذه البارتي الاولى غنقتصروا على الشحنات الكهربائيه اللي ما كتحركش، يعني ستاتيك. ندوزو نشوفو غابيل على كالك نوسيون اللي خاص ضروري تكونوا عارفينهم. لا ماتيير مناش كتكون؟ كتكون من دي زاتوم. لي زاتوم ايضا لاتوم مناش كتكون؟ من نوايو، من واحد النواه والكترونات. النوايو براسو مناش كيتكون؟ كيتكون من واحد العدد زاد بروتون، يعني واحد العدد زاد بروتون، ومن واحد العدد اللي هو ا موان زاد نوترون. ولاحظ معايا هنا في الاتوم عندنا العدد ديال الالكترونات هو العدد ديال البروتونات، ولكن في هذه الحاله ملي كتكون الاتوم لا شارج ديالها نوتر، يعني لا شارج ديالها نول. اش كنعنيو بلا شارج ديالها نول؟ يعني ديك الاتوم ما ايونيزاش، يعني ما فاقداش الكترونات وما مكتسباش الكترونات. هادشي هو اللي كنعنيو به بلا ديك الاتوم راه نوتر. عندنا هنا الالكترون كما قلنا لا شارج ديالو راه نيجاتيف ناقص 1.17 ناقص 19 كولوم. لا ماس ديالو هي هذه الكتله. البروتون راه حتى هي عنده واحد لا شارج بوزيتيف، لا ماس ديالو هي هذه. والنوترون راه ما عندوش هو لا شارج. النوترون نوتر جات من نوتر، نوترون لا شارج ديالو نول، والكتله ديالو هي هذه. ندوزو دابا لا شارج الكتريك. شارج توتال دان اتوم نول. دائما لا شارج او الشحنه ديال واحد الاتوم راه تتساوي صفر. يعني ملي كنسميوها اتوم، يعني ديك الاتوم راه ما فاقداش الكترونات وما مكتسباش الكترونات. هادشي علاش كنسميوها اتوم. اما كون كانت فاقده الكترونات ولا مكتسبه الكترونات غنسميوها ايون. سي ان الكترون اي تاراشي او راجوتي ا ان اتوم اون ان ايون، يعني ان اي ذره كتفقد الكترونات ولا كتكتسب الكترونات راه كتولي انيون. اليشيل ماكروسكوبيك، ملي تسمع ماكروسكوبيك عكس ديال الميكروسكوبيك. ملي كنديرو الدراسه في ليشيل ماكروسكوبيك يعني في واحد الاحجام كبيره، عكس ديال الميكروسكوبيك في واحد الاحجام اللي هي صغيره. لا شارج الكتريك بورتي بار ان كور كوريسبون ا ان ديفو او ان اكسي الالكترون، يعني ان الا كان عندنا شي جسم راه يقدر يكون داك الجسم عما شارجي بوزيتيفمون ولا نيجاتيفمون. يعني هادشي اش كيعني؟ يعني ان داك الجسم يقدر يكون عنده واحد ديفو ديالكترون، يعني واحد النقص في الالكترونات، يعني هو فاقد الكترونات، نقص في الالكترونات، واللي يكون عنده واحد ليكسي ديال الالكترونات، يعني واحد العدد ديال الالكترونات زايد عليه. هادشي هو اللي كيعطي الجسم واحد لا شارج الكتريك. ديما لا شارج الكتريك عما عنده واحد الالكترونات زايده ولا الكترونات ناقصه. لا شارج موبيل سون لو بلي سوفون دي زيلكترون. ديما في ليتي ديالنا في الالكتروستاتيك تقريبا دائما
دائما غادي نقتصروا على الالكترونات. الالكترونات والالكترونات الشحنه ديالهم راه سالبه. كاينين مثلا كاين البروتون اللي عنده الشحنه ديالو موجبه. قال لك انا بلي سوفون كنستعملوا الالكترونات. تو تشارج كي ايت ان ملتيبل اونتي دو لا شارج دو الالكترون. يعني عندك واحد الجسم لا شارج ديالو ديك القيمه ديال لا شارج ديالو دائما غادي تكون بروبورسيونيل لا شارج ديال الالكترون. يعني كي تتساوي بليز او موا ان فوا لا شارج ديال الالكترون. ندوز لواحد الغومارك بالنسبه لي كونديكتور و لي زيزولون. لي زيزولون او دي الكتريك. لي زولون هو العازل ولا كنسميوه ايضا دي الكتريك عازل. باش كيتميز هذا العازل؟ عازل. لي زيلكترون سون فورتومون ليي او زاتوم. دوك الالكترونات كيكونوا مرتبطين بلي زاتوم ديالهم. يعني ملي كنقول مرتبطين يعني احراط صعيب باش تفرقهم على لاتوم. il n'y a pas d'électron libre. يعني دوك الالكترونات اللي تيكونوا مرتبطين بالاتوم ما فيهمش الكترونات حره اللي كيتحركوا بحريه. lorsqu'une charge électrique est créée elle ne peut pas se déplacer. يعني ملي قلنا هنا lorsqu'une charge électrique est créée ملي كتكون عندنا واحد لا شارج الكتريك ما كتحركش ديك لا شارج الكتريك كتبقى في بلاصتها ما كتحركش. ومثال لها على دي زيزولون راه هو البوال الخشب الزجاج وهنا مثلا الورق. ندوزو دابا لي كونديكتور. توت شارج كري سير ان ماتيريو سو ريبارتي سير لا سيرفاس. دابا عندنا لي كونديكتور. الكونديكتور هو الموصل. يعني ملي كتكون عنده واحد لا شارج هذيك لا شارج كتنتشر على المساحه ديال داك الجسم كتفرق عليه. عكس ديال لي زيزولون. هنا كما تلاحظوا هنا في لي زيزولون العوازل سو لا شارج مجموعه في بلاصه وحده. اما في الكونديكتور لا شارج مفرقه على الجسم كامل. يعني ان لا شارج ملي كنقول لا شارج يعني دوك الالكترونات. يعني هاد